وقول لك ارقد لك بالخيره واشوف لك البخت وافتح لك الكتاب، كل هذا من الدجل. وست الودع ذاتها ما ناسيه، ست الودع وابراج الحظ ده كله من الدجل، كله من الدجل. اذا ما صدقت ساي يقول لك والله انا عارف الشغل ده بتاع دجل وكده، لكن بس حبي استطلاع ساي يا مولانا 40 يوم ما عندك صلاه. من اتى كاهنا، من اتى عرافا فساله عن شيء لا تقبل له صلاه 40 يوما. ده كلامني يا ناس، ده كلامي انا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني بعد دلار تمشي، نحن وريناك الحق، وريناك كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. تاني بعد دلار تمشي، ما تقول لي ده ابونا فلان هناك في السكانيبه، حتى لو في السكانيبه ولا في الزريبه ولا غيره، اداك حجبات، اداك بخرات، اداك تمايم، اداك غيره، وطلب منك الحاجات دي، اعرفه ده ساحر ودجال وما بجوز تمشي له. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شفت زول؟ الزول الحاسد ده لو شافك يعني ربنا اداك مال يحسدك، لو ربنا هداك للتوحيد يحسدك. كثير من الناس اللي بيكوركوا ده لسه مالو عنده معانا مشكله، شنو؟ عنده مشكله في ارض، في قروش، لا لا لا، انما حسدون على هذا التوحيد. ربنا قال: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قلنا لك يا اخي انا وانت وكل المسلمين نتوجه لله، اللي بيحمينا الله، واللي بيحفظنا الله، والذي يرزقنا الله، والذي يميتنا ويحيينا هو الله وحده جل جلاله دون ما سواه من البشر والانبياء والاقطاب والاولياء. ما في مخلوق يقدر يتصرف فيك ابدا ابدا، ما في مخلوق يتصرف فيك. اذا كنت ممن يسير الى الله يعني سيرا صحيحا، اذكارك تمام، صلواتك تمام، ما بترقص في حوليه، لا الفتم توم حمتنين نوم، ولا عندك طريقه ولا عندك اوراد، اللالوبه تلقى الواحد شايل له لالوبه نص طن ولا ما عارف كم، شايلها في مخلايا. والله جد انا عندي جدي عنده الشغله دي، يعني ما تقول لي انت ده جدي هذا مالك وماله، جدي عنده مخلايا بوكجه كامله، اللالوبه دي الليل كله شغال يجرد ور 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 وفتا. وسبحان الله تقول لي تعال اسال انا بس 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 سؤال منطقي، لو في شوال بتاع قروش قال لك لو حسبته بيدك بنديك منه حاجه، ولو حسبته بالمكنه ما عندك فوق اي حاجه، تحسبه بشنو؟ بيدك طبعا. اي زول عاقل يقول لك هذول يحسب بيدك، والله نقعد فيه يومين نحسبه. الان الواحد تلقاه بسبع بسبحة شغال ور ور ور، يحسبوها لك كيف دي؟ ومن وين جبتها؟ ور ور ور، دي جبتها من وين؟ الرسول كان يعملها؟ ابدا. جيب لنا دليل انه الرسول كان بيجر الجرد ولا بيسقاط، كان عنده سبحته من شنو؟ بقس، خشب، لعلوب، ليه سبحته من ياتو نوع؟ نوبته شنو؟ لونه شنو؟ الكان بيدق النوبه منو؟ الكان الكان بيوزع البخرات والمحيات والحجاب منو؟ الرسول عنده؟ ما عنده، ده كله جابه الصوفيه ودخله في الامه السودانيه. لحد الان نحن نعاني من هذا الضلال الذي ينشره هؤلاء. عشان كده الناس تكون حريصه، ما تتغش يا دول، خليك في عقيدتك نجيط، وخليك في دينك قوي، ما تتغش. شوف انا بديك كلمه اخيره، ويعني كلمه تكون يعني تستفيد منها. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام الرب اخونا محي الدين، موسى عليه السلام لما فرعون خرج في طلبه، موسى ما جعل قدامه بحر وفرعون وراه، هسه في لا في طيار لا في مركب لا في سفينه، بحسابة الفلاسفه بتاعنا اليوم ناس الاستراتيجيه وما عارف الخطه الخمسيه وربع خمسيه، يقول لك هذول ده هلاك 100%. لكن عشان تعرف انه التوكل الجد والايمان الصادق ايمان الانبياء، قال اصحاب ربنا قال: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. لما شافوا فرعون وراهم قالوا الليله خلاص حيدركونا. لكن موسى عليه السلام لما كان من ممن امتلأ قلبه بالايمان والتوحيد والتوكل قال: كلا. شفت كلا دي؟ ما معاه اي ثاني حاجه. قال: كلا ان معي ربي سيهدين. وربنا اوحى له: اوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دي عصايه، دي عصايه ربنا فتح بها بحر، العصايه دي ذاتها ربنا ضرب بها موسى، ضرب بها الحجر جابت مويه، وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. العصايه دي ذاتها انقلبت حيه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. فالعصاية دي سبحان الله. لكن شوف انت موسى توكل وايمان، توكل موسى وايمانه. لما طرأ الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسى عليه السلام قال: كلا ان معي ربي سيهدين. وربنا يعني قال له اضرب العصا البحر وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعبر موسى عليه السلام ومن معه، وغرق الطغاة
والمتجبرون والمجرمين من أتباع فرعون. عشان كده توحيد هذا بيخليك ثقتك يعني توكلك على الله وإيمانك بالله، وما بتخاف لا من قبة لا من ضريح لا من شيخ طريقة لا بقرون لا بشملة لا فركة لا ما عارف منو، كل ما بتخاف منهم. أبشرة أبشرة أنت عامل لك شرة ليه وبجنزير ما بتخاف، لكن تكون عندك عقيدة فيهم تخاف فيه. قال لك ما تتكلم فيه وتسكت. وأذني حشفته في المحل ده هنا، نتكلم في كل من دعا إلى الباطل وكل من دعا إلى البدع، ونكشفه بكتاب الله وسنة رسول الله، ولا نخشى في الله لومة لائم، والذي يحفظنا هو الله تبارك وتعالى. في مناظرة إن شاء الله يوم الخميس، وقالوا الصوفية داري ناظروا، ودي من تسننا بفارغ الصبر عشان 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 ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن شاء الله ما بواجهوا والله الذي لا إله. شفت النازل متأكدين إحنا إذا جاء إن شاء الله الحق يعلو ولا يعلو عليه. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائر ولكم الويل ما تصفون. فما في مناظرة جامعة السودان إن شاء الله يوم الخميس، هم قالوا بيجوا ونحن عارفين أنهم ما بيجوا، لكن الجنوبي في الجنوبي، وفي دورة الآن شغال أيضا في الشجرة مسجد عمر الدودي في كشف الشبهات المتصوفة في الأمور المسائل التي يعني أشاعوها وأزاعوها بين الناس من ادعاء علم الغيب والحجبات وكذا. ففي دورة كاملة شاملة في التفصيل والرد على هذه الشبهات وتفنيد هذه الشبهات بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي هذا القدر، وأقدم أخونا شهاب أخونا بشوك أخونا عبد الحليم بشوك، فليتفضل مجزيما. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.